بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الأخوة والأخوات يشتكون من شخص يظلمهم يؤذيهم، فيريدون من الله عز وجل أن يبعده عنهم وعن حياتهم كي لا يدمرها، كي لا يفسدها إلى غير ذلك، وأذاه لا يتحمل عادة. ماذا يفعل؟ يروي آية الله الشيخ البهائي هذه الطريقة لهلاك الظالم وإبعاد الشخص الذي يؤذيك من حياتك، أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة، ثم تقول الحمد لله 1000 مرة، ثم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 1000 مرة، ثم تصلي على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد 1000 مرة، وبعدها تذكر اسم الظالم، فإما أن يهلكه الله سبحانه وتعالى أو أن يشغله بنفسه. ويقول الشيخ البهائي: جربه الكثير من المؤمنين والمؤمنات على الأشخاص الذين كانوا يزعجونهم في حياتهم ويأذونهم كثيرا ويحاولون أن يفسدوا ألفتهم ومحبتهم، فوجدوه نافعا جدا. جرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.